تعالي النهاردة نعمل أحلى وأسهل كفتة بمكونات بسيطة جدا. هنحتاج لنص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة من الدهون. بعد كده بشرت بصلتين وصفيت منهم المية كويس جدا، وهقولك هنحتاج المية في ايه. وكمان هنحتاج لحبة بقدونس، وكمان هنحتاج لفصين من الثوم. بعد كده هنحتاج لمعلقة دقيق ومعلقة نشا ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقة فلفل اسود ومعلقة قرفة ومعلقة جنزبيل وكمان معلقة بهارات لحمة، ولو مش متوفر ممكن تحطوا 7 بهارات، بتدي طعم حلو جدا برضو. وهنا الحمد لله انقطع، فقررت ان انا استمر باي شكل من الاشكال. هنفضل بقى نعجنها كويس جدا لحد ما تبقى معانا بالقوام ده. هنا هنصبع الكفتة طبعا، يعني دي حاجة ترجع لكم، اعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه. بس كده. وهنا مية البصل اللي تلكوا سيبوها، هنحط عليها معلقة من الصلصة وكمان معلقة فلفل اسود وشوية زيت صغيرين. بعد كده هنقلبهم كويس جدا ونبدأ ان احنا ندهنه مع الكفتة، بيدي ليها لون وكمان طعم تحفة. بس كده وندخلها الفرن على فوق وتحت. ولسلطة الطحينة هحتاج لطحينة وعليها كوباية من الزبادي وكمان معلقة خل ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح وكمان نص ليمونة. بس كده. وهحط عليهم كمان نص كوباية مية دافية وهنقلب. لو هي خفيفة شوية هنحط شوية طحينة، لو هي تقيلة هنحط شوية مية تانيين برضو. هنا حسيتها خفيفة شوية فزودت شوية طحينة. وهنا الكفتة بعد ما طلعت رشيت عليها شوية بقدونس وطعمها كان تحفة بجد يعني. بس ممكن تاكلوا معاها عيش، رز أصفر، مكرونة. أنا هنا عملت طبق مكرونة وبصراحة كان طعمهم مع بعض خطير. بس كده وبالهنا والشفا.